يوجد أحد في اليهود في النصارى يعبد الله سبحانه وتعالى بالغنى بالرقص. عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالدعاء بالصلاة. عبادة مو خلديشتو الله عن خلديشتوني لامس ثاني يا دعتر ثاني بالصيام بالحج مارخ عبرت حج درت يدومون عبادة. أما الرقص يا عديق ثاني حقيس بوشاحة خلقوا ألرا الغنى يا إيش الوقشات حنزم هذا لم يكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بيمري شريعة عند خلق داتهم ولا في شريعة حتى اليهود والنصارى. بلا على بيمري في شريعة صونغة يا يهودي يا كريستيان شيء تخلوني.